السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم. اليوم غادي نبداو النوفو موديول اللي هو الاي كوميرس. الاي كوميرس واحد الموديول اللي سهل بزاف، لاننا كاملين حاليا كنستعملوا انترنت وعندنا فكرة على التجارة في انترنت. لهذا الى كاع ما كنتوش شايفين هذا لو موديول وما قارينش الدرس وقلت لكم شنو هما لي ليميت اولا لي زافونتاج ديال الاي كوميرس، ممكن تجاوبوني. فهاد الكور هو غير تكميلي للمعارف اللي حنا عندنا وباش يسهل لنا الاجابه في الامتحان. في عوض انا ما بقى نقلب على اون فراز غادي نلقى واحد الفكره ديجا في هاد الكور هذا. دونك غادي نشوفوا لو بلان ديال هاد الكور كيف العاده قبل ما غادي نبدا، وغادي نعرفوا شنو هما لي بوين اللي غادي نشوفوا في هاد لو موديول. اولا غادي نبداو بدي جينيراليتي، يعني عموميه شي حاجات لي جينيرال، فيهم لا ديفينيسيون ديال لو اي كوميرس، وغادي نتعرفوا على لي كومبوزونت دو لا بوتيك الكترونيك. لا بوتيك الكترونيك راه هو ليكيفالون ديال واحد البوتيك فيزيك، مثلا واحد المحل كيبيع الملابس، غير هنا زدنا عليها الكترونيك يعني سور انترنت. غادي نشوفوا ايضا لي فورم دو اي كوميرس، هنا غادي نشوفوا البي تو سي البي تو بي ولا ديفيرونت اوتر فورم ديال الاي كوميرس. غادي نشوفوا ايضا لي موديل دافير ان اي كوميرس، يعني البيزنس كيفاش كندير ممكن ندير اي كوميرس سوغ انترنيت، واش غادي ندير كاتالوج، واش غادي نجمع مع دوت اونتربريز، هادشي غادي نشوفوا اون ديتاي في هاد لابارتي. وغادي ندوزو لي زافونتاج دو اي كوميرس بور لو كليان او بور لونتربريز، وغنشوفو لي ليميت اولا لي زانكونفينيون ديال لو اي كوميرس بور لو كليان اي بور لونتربريز ايغالمون. من بعد غادي نشوفو لو كونسوماتور اي لو اي كوميرس، يعني العلاقه ديال الكونسوماتور اللي هما حنا مستهلكين مع التجاره الكترونيه. غنشوفو لامباكت دو الانترنت سور لو كونسوماتور اولا لو كومبورتمون ديال لو كونسوماتور، كيفاش حنا تبدل لينا شويه الكومبورتمون ديالنا ملي ولات انترنت كيدار فيها البيع والشراء. لو بروسيسو داشا ان لين، كيفاش ان كليان كيدير ان بروسيسو داشا. هاد لو بروسيسو داشا غادي يكون جينيرال كو سوا ان لين اولا يعني في اشا فيزيك، غير غادي نزيدو فيه دي موديفيكاسيون قلال. ابري غادي نشوفو لو رول دي ليدر دوبينيون اولا ليدرز دوبينيون، هما هادوك لي انفلونسور اللي هما كيخليوني انني ناخذ واحد الفكره على واحد لا مارك ويحبوني انني نشري واحد لو برودوي من انترنيت. غنشوفو ايضا لو تيرم ديال لو فيلتراج كولابوراتيف، هنا يقدر يبان لكم شويه بيزار ولكن راه سهل التعريف ديالو. الفيلتراج كولابوراتيف هي واحد التقنيه كتخلي لونتربريز تفلتري هادوك لي ريغيرش اللي كدير وتعرف لي بريفيرونس ديالك مثلا باش تبروبوزي عليك دي برودوي اللي كيوالموك. ايضا غادي نشوفو لونتربريز اي لو اي كوميرس، كيف ما شفنا العلاقه ديال الكونسوماتور مع الاي كوميرس راه حتى لونتربريز تكون عندها واحد العلاقه مع الاي كوميرس. غادي نشوفو لي زيتاب ديال لو اي كوميرس، يعني شنو هما المراحل اللي كتبعهم اون اونتربريز باش دير لو اي كوميرس. وهنا غادي نشوفو ايضا لا ديمارش بور لانتيغراسيون دو اي كوميرس دون اون اونتربريز ماروكين، هنا بور انتيغري باش يلاه ندخل الاي كوميرس. مي هنا لي زيتاب سو سون فريمون دي زيتاب اللي كيكونوا شويه ديفلوبي. غادي نشوفو ايضا لي فران دو اي كوميرس. لي فران ماشي هما لي ليميت ولا لي زانكونفينيون، لي فران بحال هما كيعيقوا ليا السيروره ديال الاي كوميرس، ما كيخليوش يكون كوريكتومون. لي ليميت مثلا كنقولوا ان انترنيت ممكن يكونوا فيه لي فرود، ممكن تكون فيه سرقه ديال لي كوردوني بانكير، هادو سو سون دي زانكونفينيون. لي فران ديال الاي كوميرس هما الحوايج اللي ما كيخليوش الاي كوميرس يكون، مثلا مثال في المغرب ان الناس ما كيتيقوش بزاف، يعني هذيك عدم الثقه سي ان فران اللي كيحبس ليا الناس ما يشريوش من الانترنت، سي ان فران ديال لو اي كوميرس. دونك هادو هما لي فران غادي نشوفو دوطخ. وغادي نتكلمو ايضا على لو بايمون اي لو اي كوميرس، يعني كيفاش كيدار لو بايمون في انترنت. غادي نشوفو لي مود دو بايمون، لي ريسك اللي كاينين، و لي ميثود باش نديرو لا بريفونسيون يعني نحميو راسنا من هادوك لي ريسك. اي وغنشوفو واحد لا بلاتفورم ماروك تيلي كوميرس اللي دارت في المغرب باش تحمي هادوك لي ترانزاكسيون الكترونيك. واخر حاجه غادي نشوفو هو لو ام كوميرس. ام كوميرس ام كتعني موبيل، هاد او كتعني الكترونيك، يعني لو كوميرس الكترونيك. لو ام كوميرس راه يعني مستقبل لو اي كوميرس. الاي كوميرس راه هو البيع والشراء في انترنت، ولكن هنا غادي ندوي سورتو على البيع والشراء باغ تيليفون، يعني الكليون جالس شاد التليفون ديالو في الدار ممكن نبيع ليه ان برودوي. في لا فيديو ديال اليوم غادي نشوفو لي جينيراليتي يعني ديفينيسيون لا بوتيك الكترونيك،
ولا سويت غادي نشوفوها في الفيديوهات القديمه. انا غادي نخلي لكم واحد لو ليان في لا ديسكريبسيون اللي غادي يكونوا فيه جميع الفيديوهات ديال هذا لو موديول، وبالترتيب هكا غتشوفوا فيديو مورا الاخرى، يعني ما غاديش تلفوا في الترتيب ديال لي فيديو اللي غادي يكونوا. اذا نبداو لا بارتي ديال اليوم. اول حاجه اللي هي لا ديفينيسيون ديال لو اي كوميرس. اذا قبل ما نعطيوها، قبل ما نقراو ديفينيسيون اللي عطينا هنا، نشرحوها هكا اورالمون. اي كتعني الكترونيك، كوميرس كتعني تجاره، يعني تجاره الكترونيه. الى مثلا قلت لكم عطوني ديفينيسيون ديال لو كوميرس، الكوميرس يعني كنبيع وكنشري. اش كنبيع؟ دي بيان اي دي سيرفيس. لمن كنبيع اون اوتر بارتي، يعني لو كوميرس هو واحد ليشانج ديال بيان اي سيرفيس اونتر دو بيرسون. غير هنا غنزيدو عليه سور انترنت. دونك هادي هي لا ديفينيسيون كيما شفتو، راه قلتها بلا ما نقراو كاع هاد لا ديفينيسيون هادي. اذا لو اي كوميرس او لا فونت ان لين et l'échange de biens et services entre deux entités sur les réseaux informatiques, notamment Internet. Idal e-commerce, tijara l'électronique ou l'albay en ligne, هي واحد التبادل ديال لي بيان المنتوجات والخدمات entre deux entités. دوز انتيتي يعني ما حددناش واش جوج ديال الناس او لا جوج ديال الشركات، يعني يقدر دوك لي انتيتي يكونوا ديفير، يقدر يكون شركه مع شركه، يقدر يكون شركه مع بارتيكولي، يقدر يكون بارتيكولي مع بارتيكولي، هذا ما حددناش. هادشي غادي نشوفوه في لي فورم ديال لو اي كوميرس. دونك ولكن هنا الا حبسنا حد لي زانتيتي غنكونو عطينا غير ديفينيسيون ديال الكوميرس. اما الا زدنا هاد سور لي ريزو انفورماتيك، يعني الشبكه المعلوماتيه سورتو في انترنت، هنا غادي نكونو كنعرفو لو اي كوميرس هو واحد لي شونج ديال المنتوجات والخدمات اونتر جوج ديال لي بارتي، يقدر يكون شركه مع شركه، بارتيكولي مع بارتيكولي، على الشبكه المعلوماتيه سورتو في انترنت. دونك هنا دوينا سورتو على لافونت. قلنا ان الاي كوميرس الديفينيسيون الاصلي ديالته انه كنديرو فيه لافونت، ولكن راه كاينين دوطخ اكتيفيتي اللي ممكن ندخلوهم في لو اي كوميرس. دونك لهذا قلنا ان لو اي كوميرس انغلوب لي اكتيفيتي داشا اي فونت. دونك هذا هو التعريف الاساسي ديال لو اي كوميرس. ممكن ايضا ندير لا بوبليسيتي وسميها ايضا دو اي كوميرس. ممكن نعطي لو كونساي، يعني غير كنعطي نصائح. لو بلان داكسي او بوان دو فونت، مثلا واحد لو ماغازان داير واحد لو سيت انترنيت ولكن ما كيبيعش فيه لي برودوي ديالو، يعني ما دايرش اون بوتيك الكترونيك، داير فيه غير تراجي نيميرو تيليفون، هذاك حتى هو كيدخل في لو اي كوميرس. ممكن ندير ايضا لو بايمون اون لين، ممكن نخلص دي فاكتور، ممكن نخلص الموضوع اون لين، هادو سو سون دي اكتيفيتي لي داخلين في لو اي كوميرس. ايضا ممكن ان كليون يدير لو سويفي دو سا كوموند اي بينيفيسيي دان سيرفيس ابري فونت. ممكن نشري واحد لو برودوي ياك، ومن بعد الى خسر ليا ولا عندي اون كيسيون كنسول هذيك لونتربريز سور انترنيت، يعني سيرفيس ابري فونت، هادو كيدخلوا حتى هما في لو اي كوميرس. هاد السؤال يقدر يتحط لينا في الامتحان ويقولوا لينا كيل سون لي اكتيفيتي à part l'achat et la vente qu'on peut faire via le e-commerce. يعني نقدروا نديروهم بلو e-commerce. حنا غنقولوا لهم يعني من غير البيع والشراء e-commerce راه داخله فيه حتى لا بوبليسيتي في انترنيت، لي باج اللي كيعطيو لي كونساي، لي بلان داكسي ديال لي ماغازان، ممكن ندير ان بايمون اون لين. دونك هنا فين غتنفعنا هاد لا بارتي هادي. دابا غادي نشوفو لي كومبوزونت دو لا بوتيك الكترونيك. قلنا ان الفرق بين البوتيك الكترونيك والبوتيك فيزيك ان وحده كاينه في واحد المكان، يعني واحد لاسباس معينه كنمشي ليها، ولا بوتيك الكترونيك كندخليها عن طريق الانترنت. دونك غادي نشوفو شنو كاين في هذيك لا بوتيك الكترونيك. مثلا لا بوتيك فيزيك يعني كنديبلاصا انا لواحد المحل باش نشوف لي برودوي، كتلقى لي برودوي بريزونتي في واحد لي غيان. في لا بوتيك الكترونيك غنلقى ان كاتالوج الكترونيك، هو اللي كيعوض لي هذوك لي غيان فين كيكونوا لي برودوي في ان ماغازان فيزيك. دونك هاد لو كاتالوج الكترونيك il présente l'ensemble des produits disponibles à la vente, leur prix, photo et les conditions générales de vente. يعني في هذاك لو كاتالوج كنلقى المجموع ديال المنتوجات اللي عرضهم الشركه للبيع، واش ديسپونيبل ولا لا، الاثمنه ديالهم، كنلقى ايضا دي فوتو، وكنلقى يعني لي كونديسيون الشروط العامه ديال البيع، يعني ليفريزون كيفاش، كيفاش تخلصني، موداليتي دو بايمون، هادشي كامل كنلقاه في لو كاتالوج الكترونيك. يعني بحال انا في ماغازان غير هنا كنشوفهم في التصاور وما كنشوفهمش ريالمون.
كنلقى ايضا ان موتور دو ريشيرش. مثلا الا كنتي في واحد المغازان فيزيك وكتقلب على واحد البرودوي، ممكن تمشي عند هذاك لو جيرون ديال داك المغازان وتقول ليه بغيت هذاك البرودوي فلان فلاني. ولكن في انترنت ما كاينش اون بيرسون اللي غادي تسولها، عطينك ان موتور دو ريشيرش، هي هذيك البلاصه فين كتكتب فيها انت مثلا المنتوج اللي بغيتي. الا مثلا كنتي في جوميا بغيتي تقلب على واحد لا مونطر، واحد المكانه، كتكتب مونطر مثلا دانييل كلاين، يعني كتبتي غير لا مارك ديال ديك لا مونطر وكيخرجوا لك كاع لي مونطر اللي بهذيك لا مارك واللي بهذيك السميه. دونك هاد لو موتور دو ريشيرش il facilite la recherche des produits à l'aide des critères de recherche، سوا كتابي لا مارك سوا كتابي مو كلي. مثلا انت باغي واحد برودوي ولكن ما عندكش السميه ديال لا مارك، مثلا بغيتي تاخذ ان شارجور ديال تليفون ولكن ما عندكش السميه ديال لا مارك، كتكتب شارجور وكيخرجوا لك كاع لي شارجور اللي كيكونوا بروبوزي في هذاك لو سيت، وانت كتقلب على لو شارجور اولا كتقلبي على لو شارجور اللي مناسبك. دونك هذا هو الدور ديال لو موتور دو ريشيرش. ان سيستيم دو كادي فيرتوييل، مثلا كتكونوا في مرجان كيعطيكم واحد الكادي، يعني هي السله اللي كدير فيها المنتوجات. هنا في انترنت كيكون عندك واحد الكادي فيرتوييل، هو داك لو باني اللي كدير فيه السلعه اللي بغيتي. مثلا اختاريتي واحد لا مونط، اختاريتي واحد سبرديلا، اختاريتي واحد شارجور، كلهم غادي يداروا في الباني. هذيك الباني كتجمع لك لي برودوي اللي شريتي، وممكن تحيد منها برودوي كما كنديروا مثلا في مرجان اولا في كارفور. واحد البرودوي كتاخذو شويه كيتهضر معاك الحال كتبغي تردو كتهزو كتحطو في بلاصتو. دونك هنا نفس الشيء في انترنت، هذا الكادي فيرتوييل هو واحد الباني فيرتوييل يعني افتراضي اللي كيمكنني انني نجمع لي زاشا ديالي، وايضا الا ما بغيتش ان برودوي ممكن نغوتيريه من هذاك الكادي، بحال هو هذاك القفه اللي كنجمع فيها انا المنتوجات اللي شريت من هذاك لو سيت. كاين ايضا واحد ليسباس كونساكري لو بايمون سيكوريزي اون لين، مثلا في ان ماغازا عندك اون كاس كتمشي كتخلص فيها. في انترنت كدير لاكاونتينغ، كنسميوه ايضا لاكاونتينغ اون انغلي، الا عطاوني accounting كنقول هو لو بايمون سيكوريزي اون لين ولا بايمون اون لين. هاد لو بايمون اون لين بما ان الناس كيخافوا على لي كوردوني بانكير ديالهم ويقدر شي حد يبيراتيهم لينا، كيكون سوفون اشوري بار ان تيرس دو كونفيونس، يعني واحد لا بانك مثلا هي اللي كتكون مسؤوله على البايمون، ولا مثلا كاين الناس اللي كيستعملوا بيبال. دونك هادو سو سون دو مويان دو بايمون اللي كيكونوا سيكوريزي، اللي ما كيخليوش ان الكليان يتبيراطاو ليه لي دوني بانكير ديالو. كاين اخر حاجه هو ان سيستيم دو سويفي دي كوموند. دونك بما انها في انترنت، انت الا شريتي واحد البرودوي راه ماشي بحال شريتي في مغازان فيزيك، شريتي في مغازان فيزيك هذيك الساعه غادي تريكوبيري السلعه ديالك، يعني اون فوا غادي تشري غتخلص غادي تاخذو معاك. ولكن في انترنت لا، ملي كنشري ان برودوي كتسنى لو ديلي دو ليفريزون، وانت باش دير لو سويفي دو كوموند ديالك كيكون واحد ليسباس في لا بوتيك الكترونيك توجور لي كونساكري لي كوموند، كتشوف فين كاين الكوموند امتى غادي توصلني. دونك هنا قالوا لينا il permet de suivre le processus du traitement de commande، مثلا لا كوموند راه خرجت من لي زون برينسيبال، جات مثلا لا بوست، من لا بوست ديال ديك المدينه غتجي عندك. هذا هو لو سويفي دي كوموند، وهادو هما لي كومبوزونت دو لا بوتيك الكترونيك. وهكا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم، شفنا فيها ديفينيسيون ديال الاي كوميرس ولي كومبوزونت ديال لا بوتيك الكترونيك. في لا فيديو القادمه ان شاء الله غادي نشوفوا لي فورم دو اي كوميرس ولي موديل دافير اون اي كوميرس. ومن هنا الفيديو القادم كنتمنى لكم حد موفق، والى اللقاء ان شاء الله.